لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآت الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. درس جن وحكب الله بنا آيات بقول يتضبات يتضب سورة البقرة وحنو lasoo kowsanay bilowgii juska labaad min suurat albaqara ee ku beegnaa darsigii xalay wareejinta la wareejiyey qiblada oo nabiga sallallahu alayhi wasallam laga soo wareejiyey beyt almaqdis oo la yiri xaggaa iyo alkacba salaadaada la beego. Waanu ogeyn ajwaadii meesha ka dhalatay iyo raddi ficligii ka yimid raggii iyagu ahlu kitaabka ahaa iyo hadallada isla dhex marayeen iyo ilaahay subxaanahu wa tacaala inuu nebigiisaba u sii sheegay waxa la dhihi doono. Ilaahay subxaanahu wa tacaala nebi maxamed wuxuu u sii sheegay waxa la dhihi doono sayaquulu sufaha. Ajwaadaas baanu ka soo hadalnay. Waxaa kale xale aanu soo tilmaanay in hadihi at-tawliya oo ah in hadihi al-umma oo nebigeedu horseedku uu yahay in la faro inay xagga ay qiblada ay u jeestaan inuu yahay waxyi. Haddii Beyt al-Maqdis loo tukadana waxyi buu ahaa, haddii halka kan salaada loola soo jeestana waxyi wey. Labada xaaloodna ilaahay subxaana wa tacaala linaclama man yattabic ar-rasuula miman yanqalibu calaa caqibahi wa ujeedada, in dadka la kala sooco oo la kala ogaado qofka markaa isagu hoggaansamayo qofkaanan hoggaansamayn. Haddaba waxaa la tilmaamayaa bilowga suuraddan ama aayaddanan ula jeedaa waxayna dhihi doontaa oo biriga la raadinayo horta maaha mas'ale iyada la xiriirta bidix baa loo jeestay iyo midig baa loo jeestay iyo qorax udhac baa loo jeestay iyo qorax soo bax baa loo jeestay, muhiim maaha. Laakiin man huwa albir alxaqiiqi, man huwa saaxibu albir alxaqiiqi, qofka biriga la yimid waa kee, biriga ilaahay uu idinka rabana waa kee, kiibaa la qeexayaa. Ilaahay marka wuxuu leeyahay laysa albiru samafalku ma ahaanin ama laysa albirra qiradan laysa albirra ee ma ahaanin dhal birri qofka biriga u saaxiibka. Birrigu af soomaali haddii samafal la yiri, laakiin qeexidda sharciga ah ee culimmadu ay qeexaan baa waxaa la yidhaahdaa wa jamiicu aaacaati wa acmaalu alkhayr, طاعه والبابا نوع دون طبها النقطة اي عمل والبابا خيري نوع دون طبها النقطة قفك مركو إله يقول لوانا يا لغمك على بري صلاة دي باسوك قليس صانك باسوك قليس صدقة دي باسوك قليس دعوة دي باسوك قليس إصلاح باسوك قليس وح الله وحي خير وبا إلهي إن فري إن إساق اللو يقول لوانا بري. إلهي مركو حلا ليس البر أي ليس ذا البر كان سما فالك أصاحبك ماهن وقفك لك هذا. أما ليس البر برغي ما أهانين
أن تولوا إنا جيدسان وجوهكم جيدين مركا تقدير كبا كدا سيدا أدا محايا لمرها دي البر أي كر لغانتها تقدير كدا الضبا ليس يضوح إلا ذا هاي اسم يو خبر بيلا ذا خبر كيدو كر لغانيه اسم كيدا نوحا كدا لالينا يسأل ما دخلت عليه في تأويل مصدر محايا ذا ليس أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب البر ماهن الكاوي هذا الكساس السارية مركا لغاها ليو إسسار كنحوها ليس ما أهانن أن تولوا إنا جيدسان وجوهكم جيدين قبل المشرق حلك قرح كصبح إنا ألجيستان وجيدين إيوال المغرب قرح دع إنا وجيدين ألجيستان البر ما هسما فلك الدين تنان قؤر رسانته ولكن البر أي ولكن ذا البر تنبن أسعد مرك كان سما فلك أصاحبك إيه منوي روح آمن الرمي بالله إلهي الرمي واليوم الآخر مالنكي دنب أما دنب آخران الرمي والملائكة ملائكة الرمي والكتاب أي والكتب كتبتنا الرمي وجنس الكتاب والنبيين أنبياء الرمي وآتى بحي المال حولها نبحي على حبه مع حبه جعل كيس للقب حاله جعله إسقاط جعل أو ديدا ينو شلك أبحي بحي ذوي القربى وآتى بحيوسي المال حولها على حبه مع حبه للقب جعل كيس ذوي القربى كو حكتذا سي واليتامى أغمض سي والمساكين كو أمحبه سنسي وابن السبيل جدك إنن كيسسي مسافر كسي والسائلين كو وحويدي سنة يسي وفي الرقاب وفي فك الرقاب قارها الله يستو أما ذاتك اللي قد قينيها الله أضوما يسنة ينا كسو فكي وأقام الصلاة صلاة أوغي وآت الزكاة زكاة قتي أبحي أرك واللقيح يا مرك birrigu idinku waxay idin kaga dhagtay oo kaliya Soomaaha xagga loo jeestay iyo xagga loo tukaday khayrku inta waa ka badan qofka dal bir la dhigi karo khayr buu la yimidna ilaahay subhanahu wa ta'ala wuu qaxay arkaanti iimaanka ahayd ba qofka isugu tagtay al iimanu billah wa bil yawm al akhir wal malaa'ika wal kutub wan nabiyyin wuxuu dhan burmay waxa u sii dheer عمل خير يمجر إلا وأكد حجراء وحبك قيسانيا وآت المال حواله بهذا نبحي على حبه مع حبه لأن بني آدمك وإنه لحب الخير لشديد وتنو إلهي إله وكبر لحجع لذا إيه قفل بإنه وحب مركح كلا طبيله وحبا آنو بحين بني آدمك ووحي إله سبحانه وتعالى وكبر إله مركح الله يبحي على حبه يوسينيا ذوي القربة حكتدي بوسينيا واليتامى بوسينا أغامدي والمساكين وسينيا وابن السبيل كي مسافر كهب وسينيا والسائلين كو الدور سنة توكسن وسينيا وفي الرقاب وفي فك الرقاب وكب حينيا رقابته وجمع رقبة جمع رقبة حلالجي ذا وحو حرينيا ضدك له استياشا إلا صوت حابتي عمل الله إلهي سبحانه وتعالى لو قد واذا نوحا كمذا قف لو قد قينيها يكود قينيها داد عذوة إن لا صافا كيانا وكب حينيا وأقام الصلاة صلاة نأوغي وآت الزكاة زكاة نبحي والموفون بعهدهم هذا أيضا ما شاء الله مرية أيوحا ينوتي من جملة والموفون بعهدهم والموفون بعهدهم الله سيود وديالي كرتان نحو أهان إن الدهديد هم كواس الموفون بعهدهم وديه كرتان وهم كواس الموفون كوا أوفيني وي بعهدهم بل ماذا ذا أوفي إذا عهدوا مركب بلنقلا جملة ذا مركب تيهر ويكا قوانت واحد كله هلي كرتا والموفون ما دام أي واوكو قوذانتهاي من تئنا ترعيسيد ولكن البر إذا البر من آمن من دولوي من آمن مركب سودي والموفون وي ذاتك أهل بر قال لها إيه وكسوا بحا أوفيني بعهدهم بل ماذا ذا إذا عهدوا مركب بلنقلا والصابرين هذا نوحا نوتمت
iyadoo ka hordhigan yaa bay ku kordhigantay tii horena way godnayd haddaba jumladdu way ka go-antahay tii hore marka waxaan maxaa ka hordhigay jamc mudakar saalimka meesha yaal taqdiir la imo maxaa leedahay wa amdaxu waxaan amaanayaa assaabiriina kuwa sabra fi lba'saa'i dhibta ku sabra waa marka ba'sada waa markay xarbadu ay jirto markay dhibaato ay jirto waddaraa'i durkana waa markii cudur uu jiro qofka laba xaalood wey amniga marka la waayana xaaladdu caadi maaha qofku markuu gaajaysan yahay xaaladdu caadi maaha haddaba labada xaaladoodna waa labada xaaladood qofka ay u badantahay diinkiisa inuu suu doono uu ka yeelo marka gaajo ay timaado inuu wax xado oo wax dhaco wuxuu doono uu ka yeelo markii noocan ma xanuun uu yimaado laga yaabo inuu yiraahdo leeyish allah caza wajal adii uun keliya kuula beegtay qofka xataa iimaankiisa zaczac uu soo galo kuwa sabro wey iyo waxyiina alba'si markay ay xarbadu ay jirto ama waqti almujaahada marka alba'sa waxaad kaloo dhihi kartaa faqriga ku sabra yacni markii faqri uu jiro iyo waddaraa markuu xanuun uu jiro iyo waxyiina alba's markay xarbadu ay jirto saddexda kelmadoodna badanaa wax saa uma kala foga marka alba'sa faqriga ku sabra ha markii ay ciirtoobaan oo ay gacmo maraadaan sabra waddaraa'i markii ay xanuunsadaanna sabra waxiina alba'as markay xarbadda ay jirto dagaal uu jirana sabra ulaa'ika kuwa la soo sheegay sifaat kale alladiina kuwii weeye sadaquu run sheegay ay sadaquu fii iimaanihim iimaankooda qolyaha ka run sheega weeye wa ulaa'ika kuwaas hum iyaga almuttaquuna kuwa ilaahay ka baqa waa la soo qeexay marka waxaa laysla meel dhigay mas'alat tawliya mush ay wax walba iyada maaha ee muhiimadda waxa ay tahay diinku waa mabaadi'da isku qoofalon patan pasala juz la yatajazza an kala dhicin wey taa oo loo wada qaata ayaa bir lagu magacaabaa ee biru inta keliya maaha haddii tan aada maanta aad dhaliil muxuun ka keenteen aawa diinka intiisa kalow yaa ayuha aladiina aamanuu kutiba calaykum alqisaasu fi lqatla yaa ayuha aladiina aamanuu muminiinay kutiba waxaa la waajibiyey calaykum idinka dushiinna alqisaasu qisaastii in qofkii qof dila loo dilo xubin xubinkii qof ka gooya qofkii xubin qof kale xubin ka gooya in isna laga jaro taa waa qisaas asal macaan mumaathala lagu magacaabaa qatligii iyo jaraxaatii oo dhan ilaahay marka wuxuu yaa ayyuhaladiina aamanuu muminiinay kutiba waxaa la waajibiyey alqisaasu kii qof dila in loo dila ilaahay waajibiyey fi lqatla kuwa la dilay alqisaasu isu dhigan baa la waajibiyey fi lqatla kuwa la dilay haddii qof la dilo in qofkii dilay loo dilo alxuru kii xorta ahaa yuqtalu usoo qadar waa la dilayaa bilxuri kan xortaa loo dilaya waalcabdu kii addoonka ahaana yuqtalu waa la dilayaa bilcabdi addoon baa loo dilayaa waalunthaa tii iyadu dhadigga ahaydna tuqtalu waa la dilayaa bilunthaa dhadig baa loo dilayaa u dhaadhici mayna marka tafaasiisha meesha ku jirta ee jinaa'iyaadka oo meeshii loogu talagalay fiqiga ah ay intii hore aan usoo daboolnay u dhaadhici mayna intaa in ka badan laakiin waxaan tilmaamaynaa masalat alqisaas ilaahay waa tanu fii suurati almaa'ida inagu dhihi doono waku tilmaamaya rabbulcaalamiina jala wacala waxaanu ku farad yeelnay wa katabnaa calayhim fiiha أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص فمن تصدق به فهو كفارة له هل كان واحد لغا سو هادلي حبناها سيده لا سو قصاصي هل كان وقفك قف ديله حر ان حر لو ديليو اظن ان اظن لو ديليو ددغي ددغي لو ديليو وحا ايمانيس مسائيشي اهيد نين ناغ ما لو ديليا ومسائل ميشي دله اورنتي فافاهن وباهن فمن عفي روحي العفيو lahu isaga loo cafiyo min akhiihi min dami akhiihi walaalkii dhiiggiisa shay un wuxuu looga cafiyo fatibaacun raacis ayaa waxay saaran tahay qofkii wax laga dilay bilmacruufi uu ku raaco wa adaa'un kii wax dilayna gudashaa saaran ilayhi kii uu wax ka dilay ama cidda wax ka dilay inuu u guto biixsaani wanaag marka fatibaacun waxaa laga wadaa ay facalaa qofkii laga dilay walaalkii baa la dilay xigtadii baa la dilay maxaa saaran fatibaac inuu qofkii yidhaahdo waayahay mar haddaan ku cafiyey dadiyadii isii
بالمعروف يضا الضياع الآن أنا هاي إنتو قرش وكي الأدواء إن عفنا يكدمنا أن قرأ يقلال أنو كقال كي كلا إساقه لعفيي اللي يرني وحول غوما هايستو مرها ديبا ديلك أود عاي كليا ديا أون بيحي إذن وحال لقرب إنو يرادواتا ديا دي أنو كوهشيني إيضا أنضتك أنو إسكدوا ميرميرين وقت أنو كلو منين أو أمال ما تليفون الله دينو يرادواتا مركب بإحسان أبو إلهي سبحانه وتعالى مركيلي بركة فاتباع راعس أيا وحي سارنتهي قفكي مركا وحل قد لي بالمعروف سيواناغ وكرا عي عدي وحدي شيء وأداء وعلى القاتل كي وحقيستي إساق ديلك لي من نوحا سارا أداء قدشو ديدي أقوته إليه أقوته ننك كان إلهي سبحانه وتعالى أويري فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا يا سانا بإحسان سوى ناجا ذلك كاس أو إن هدي قف أودلو لعفين كرو هدي لعفينا هل كادي أرنك إسكوب بدلو تخفيف فضذين وي ومن ربك ربك حقي سكاهات إي ورحمة حريسوي والذين فضذين فمن اعتدى قفكي حد قدبة بعد ذلك انت كدب أو انتو شالا يروانك عفيي هذا هو أن توقعتي نينك الدلة أما با كي اللي يريد ديادة ونسكبح ها انتو يري وبالان ماش وكوقع ديادة لبلونتي فله وحو الله هاي عذاب عذاب بله عذاب كسو أليم لحوية هل كمارك أرق عفيس مارك شيء انت ماشا كجرتا متوغلة في التنكير وحا دعي كرتا مارك إن اللي يراد نيوابك عفي النبا waxa kala dhici karta in la yiraahdo intaas half baan ka cafinay diyadii waxa kala dhici karta hadana warathadi xaq u lahayd ninka kan dhigiis xaq u lahayd oo wiilashii wada dhashay walaalkood la dilay qaar inay yiraahdaan anagu waan cafinay qaar inay dhahan annu meenayn cafin intana aanu baahan shay intu markuu way soo galeysaa sayf qadu tilmaama ila markuu xira takhfif hadana arag halka dil baad dhacay dhig baad daatay wal islaay ila akhihi bulay akhi walaatina islaamku iyo dulka ma dhacdo si kasto la isu laayo si kasto waxaan ka hadlaynaa dhig iyo dilbaan ka hadlaynaa ka hadlaynaa muran iyo waxaan macna lahayn oo laga hadlayma waxaan ka hadlaynaa dhig maru dhig u daataba ilaah xulay min akhihi walaalki wali ukhuwadi maashi way taal salaam ay tahay waxaan biological maaha sax laakiin waxa taagan maashi maxay waxa taagan al ukhuwa oo ati aqeedad yahay ilaah markuu xulay walaakum waxa idin kugu sugnaaday fil qisaasi كي واحد دله إن لا دله أضدك دلك جيسنا يا إن يجنا لا دله حياة النلال بقى إنك وصغر أي بقاء حياة النلال إن يراكتو يا أولي الألباب ضدك إن درجرة تضعه لعلكم تتقون أي لكي تتقوا سيد إله سبحانه وتعالى وجب غضان أما إله وجب أرسطان هل كانوا حالة الماما يا هدي قصاص أي جرت حياة ما حالا نكن مركو haddu ogyahay in haddu qof dil la dili doono waxay u badan tahay marka inuu san qof kale gacan u qaadin qofkii marka baxbaxsad ka aha ee mar walba markii la isqabta uu hadalka uu taagan yahay af uu taagan yahay rabay inuu adin uu taago rabay inuu qari uu soo dafo uu ogyahay hadii la dili doono ha in hadii la dili doono uu ogyahay in marka arrinka raajic u noqon doono laakiin mushkilada maanta maxaa tashjiic kaana dilka maxaa fuday ogyahay qofka marka ma aragtay وحدله إن حبسي أم لا ديجي حبسي كمركو قالنا ما الكاس وحقوس وقادنا دكتورة في الإجرام كيو وحصاب برنا وحول الله كل ما يعني من كله أو يجون خطرة أو ضد سولاي أو ضد إبر كصاد ديجي كوا كل الدروس كلك قادنا وحول بسيب برنا يابا سيب حلوس وحدله ده سواء قفك ضد دلا يمر هدي حبسي لا ديجي مركو صاب حدنا كلامات إنه كتجو وحول الله معه لكن دين توحي ترى القصاص قصاص تنو هلك نلاش يكون واحد نو مقلة يسأل حقله يعني ورك هدا يجي جو جويد ما المهم وين داله مع الرأينا صان نست حبسي قلا بركو كوجو تجيه بكله وحب وصو على إنه صان نست هذا الحاجة ده معدن والقصينة سو شهادة وتصاب حياة إلى مركو حلا ولكم في القصاص وحائذ كوجو سو جم قف كي قف دل إلا دل حياة النرال يا أولي البابي لعلكم تتقون أم حد كده ورسان إنسان إن السليدان أما بمرك دل ودعه كتب وحال واجبي عليكم إنك دشين إذا حضر مركو كي ماذا أحدكم متكين الموت جيري أي كتب ماذا مركا معنى هذا مركا ما قفك مركو لنت معنى هذا ما أي أسبابه بوهلي حرارو جيو قلي نيوين ويت كي سوي قان
uu og yahay diin inuu ka tagi rabo xaaladdu inay wuxuu og yahay xaaladii uu ka badbaaday inaan ahayn xaaladda waxaa la idinku waajibiyay in taraka haduu ka tagayo ama uu ka tago qofkii dhimanayay khayran xoolo alwasiyatu dardaaran inuu dardaarmo lilwaalidayni wuxuu u dardaarmaya labadii waalid iyo walaqrabiina iyo qaraabadii bilmacruufi wanaag xaqan cala almuttaqiina ay xaqa allahu dalika xaqan arrinka ilaahay baa waajibiyey cala almuttaqiina kuwa ilaahay ka baqa ayuu ku waajibiyey haddaba aayaddan waxay leedahay ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu idinku waajibiyey qofka markuu naf baxayo oo uu xaraaruga uu yahay xaaladda xun uu marayo inuu dardaarmo yuu u dardaarmaya waalidiintii buu u dardaarmayaa xigtadii buu u dardaarmaya intan hala siiyo intan hala siiyo culimmadu marka waxay dhahaan aayaddan waxay ahayd waa aayadaha la nasakhay wey waxaa lagu nasakhay bay dhahaan aayadihii ka hadlay fi lmiraath ee suuratu nisaa noogu iman doona walakum iyo yuusiikum iyo staftuun saddexdaa aayadoodna waa lagu nasakhay culimmada qaar waxay kaloo tilmaamayaan haddana xadiidkii nebiga uu lahaa laa wasiyata liwaarithin laa wasiyata liwaarithin qof dhexlay looma dardaarmayo xadiidkaana waa lagu nasakhay oo iyadoo masaladu khilaaf ay tahay hal isunna tansakh alqur'aan waa masale meesheeda leh fi lusuul laakiin waa la nasakhay bay leeyin maxaa yeelay hadda marka qofka uu dhimanayo waxaa la ogol yahay saddex dolol hal dolol inuu dardaarmo wuxuu dhihi karaa matalan sagaashan kun oo dolar buu haysaa soddon kun tasarufkeeda isaga iskale hebel hala siiyo masaajidka ha lagu dhiso ceelka ha lagu qodo aytaanta ha la siiyo walaalka inta ha loo sadbadiyo wuu dhihi karaa laakiin lixdanka kale ma faragashan karo haddii uu faragashtana de wax soconaya maaha maxay laa tanfud oo wax maaha wasiyood markaa fulaysa maaha ilaahay marka wuxuu leeyahay haddii midkiin marka geeruda ay ku timaado isleeyahy waa tegi doontaa waxaydan saaran inaad dardaaranta laakiin aayaddan waxay ka mid tahay aayadaha mansuuqa ah ee waanu aqrinaynaa ajirkeedaanu leenahay laakiin xukumkeeda nusuus kala marka nasakhda faman badala ruuxii badalahu kaas min bacdi maa samicahu markuu maqlay kadib hadalkaas uu ninka kan dhimanayay dardaarankii uu meesha ka tegey ama dadka u dardaarmay qofkii badala fa innamaa ithmuhu arrinkaa dembigiisu cala aladiina kuwii buu dul saaray yubadiluuna badalayay in allaha ilaahay samiicun allihii maqlid badan weeye caliyun cilmi badan haddii la bedelo oo hadduu yidhaahdo hebel inta hala siiyo dadkii markaa meesha jooga goobjooga ahaa ay bixiyaan informationkii ka duwan ay qof aan waxba loo dardaarmin hadday yidhahda maya odaygu kaasuu ka waday iyagaa dembigu saaran yahay faman khaafa ruuxii baqa min muusin mid dardaarmaya ugaga baqa janafan iilasho iyo qalooc iyo cadaalad darro ugaga baqa aw ithman ama dembi ugaga baqa fa aslaxa hagaajiya baynahum iyaga dhexdooda uu yidhahdo war waxa kan way khaldan yihiin iyo ka laabo falaa ithma dembi ma saarna calayhi isaga dushiisa in allaha ilaahay ghafuurun allihii dembi dhaaf badan weeye raxiimun ay naxariis badan tanna maxaa laga wadaa inta meydku uu dardaarmaya daba qofka dhimanaya intuusan dhiman buu dardaarmaya waxaa lagaa dardaaranka inuu khalad uu galo oo bimacnaa uu wixii oo dhanba hal meel uu ku kuuso isagoo intaasoo ciyaala u dhalay buu mid keliya wada siinaya halkaana noocan maa dulmi yar baa ku jira haddaba dadka meesha jooga marka xaq waxuu leeyi waxay xaq u leeyihin inay dhahaan warniyo saanu cadaalad maaha sidaanu cadaalad maaha oo wada sin ilmaha adigu aad dhashay kan keliya marka ha usad badinin inay dhahaan markuu khalad uu galayn la qabtana iyadan waxba kuma jabna buu ilaahay subxaana watacaala leh yaa ayuha aladiina aamanuu muminiina kutiba waxaa la waajibiyey calaykum idinka dushiina asiyaamu soom baa laidinku waajibiyey kamaa kutiba sida loogu waajibiyey oo kale cala aladiina duulkii min qablikum idinka hortiina ahaaday lacallakum tattaquuna ay likay tattaquu saad ilaahay iyo sohdimihiisa ugaga dhowrsataan ayaaman maalmo aad ugaga dhowrsataan maalmahaasoo macduudaatin la tiriyey yani lacallakum tattaquuna daas waxay ku camal falaysa ayaamin macduudaat saasay u kordhigantay yani macnaheeda maaha maalmahaas keliya taqwada inay ku egtahay keliya maahane waa maalmo nafta la layliyo wey maalmahaana ama 29 maalmood bay noqdaan ama 30 sida nebigu inoo sheegow sala allahu calayhi wasalam faman kaana ruuxii ahaada oo minkum idinka idin ka mid a mariidan kii xanuunsan maalmaha la sheegay ee bisha ramadaan qofka xanuunsan aw calaa safarin ama safar ku dul taagan ay musaafiran ah fa aftara markaa usoo qadara markaana afura waa musaafir ama uu xanuunsan yahay kadibna uu afuray
فعدة فعليه دشي سوحا هذا عدة مالما أو من أيام مالما كلا مالمها سو أخرى أكل أو سومي أيا صارم فعدة فعليه وحا دول صار نسجة عدة أي عدة عدة من أيام أي عدة عدة من صوم أيام مالما سوم كود أو ترى أيا صار أخرى أكل سدح بري سدح بري بوافري سدح كلو كلس وقلينا جدال طوان بو أفري طوان دب كلا إمانة عشرين بو أفري عشرين كدب كلا إمانة يو فعدة فعليه دش سوحة عدة ترى أو من أيام ما المحق جودة ما المهس أخرى أكل وعلى الذين كوي وحاصرا يطيقونه لا يطيقونه لم تأسو قدر لا دين مذاده لا ملف كأسو قدر لا يطيقونه أنا كرين فدية فدية يا سارا كبدل طعام مسكين مسكين إلا قوديو فمن تطوع روحي زيادة لي ماذا فمن تطوع روحي بتصدى خيرا خير بتصدى فهو كاسو خير خير له إسوئيه وأن تصوموا إن تصونتان أيا خير لكم إذين خير بضن إن كنتم هديئتين تعلمون كوي قرني دبا آيادا إيادا وحالة المامي قف حنوصا مرتك أو لبا نوعا mid marka laga kici kara mid aan qofka aanu ka kicayn sida muqaalku u yahay ama qof musaafira waxa la yiri dibna ka soo qalay wala ladina yutiqunha marka taban ayadahan mufasirin tu haydahan wala nasakha ayadan halka ibn abbas u leeyahay ayadan waxay ka hadashay ash-sheikh al-kabir qofka da'da ah yahweeni iyo da'da ah waxay ka hadashay ayadanu al-hamil haweeni iyo oor kale قالوا كهذا المرضع مد إياه المهنو جنيسة قليها سوكالة وقليها في ديادة بحيني ننكو هاد دأ رجال لغا مقابة إنو هاد كدي ودال يراضو هويني دوا سيدا سوكالة أما هويني دي إياه مركا أوركا لهايد إي مد إياه المهنو جنيسة سدح دوا في ديادة سارة في ديادة وامحي إن مالين كاقفك وأفوري وبحيوه مسكين وحسيه وحان الله سينيا قوت البلدي هلك ماشي قفك وجوغو راشينك مركا غالب كالله سينيا هلك مركاس معناها آياته مركة تفسير كذا وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين تفسير كواكن كان ابن عباس مركة لصار يضفى فاصلنا نصوم مرتي وعلى الذين لا يطيقونه فدية طعام مسكين هدي هذا الككلة أي مفسرين تأيقبان نوكا هذا فمن تطوع خيرا فهو خير له فمن تطوع وامحة صون كان وكي فرطك لكن فمن تطوع خيرا انت انك بضن أما فدية دي هل كان للربي هل مسكين انا وحسيسيد وهل مالنا هداد بديست intii lagu talagal in ka badan hadaad bixisid soonka hadu inta uu ka bato oo soon sunna shawaalki inta fa huwa khayrun lakum wa anta sumu khayrun lakum marka culimadu waxay leeyahay anta sumu khayrun lakum wa anta alaysku atkeen wi ayada ka dambaysa waxay dhihi doonta fa man shahida minkum ash-shahr falyasum warkamata naqafki bishaba la soo koosay wa inuu soomo amarka dambaa lagu nasaxayana way tilmaaman shahru ramadana tilka al-ayyam illa ayyam al-ma'dudat bal in shayri soma تلك الأيام ما المها لصوشيغي شهر رمضان رمضان بشيوي الذي رمضان كي أنزل لسودجي فيه إساق الدحيس القرآن القرآن كالسودجي هدى حال يهانون للناس داتك أويهي وبينات حال يهي آيار عد ومن الهدى هانون كي كمذا إي والفرقان ومن الفرقان كتاب كي فرقان كمذا إلهي سبحانه وتعالى وحو سودجي بشاس دحيس وحال سودجي القرآن ولاد القرآن كشرفت بشهر رمضان محي شرفك يالت قرآن كي بإلهي سبحانه وتعالى سودجي إلهي سبحانه وتعالى بشهر سودجي داسوا قرآن كاس سودجي تانك وسودجي أرقرادها وصر الله تحيو بالرمضان وحالي القرآن كي بألي سودجي قفك قرآن كي قلبي كيس وكدقانا إنو شريف ونقضى مركة وحلى ليابا ماها نبي صلى الله عليه وسلم سيد المرسلين محو ونقضى إيضا ومضاك يكون رئين أنبياء فربضان وقرآن لقو سودجي لقو سودجي كتب maxay quraanka lagu soo dajiye idan allah subhanahu wa ta'ala halkaas u tilmaamay jibriil malaa'ikta muxuu kaga duwan yahay quraanka soo dajiye marka soo qalbiga quraanka uu ku xirmana waad ka sareynaysaa dadka kale sida la tilmaamay ilaah markuu xulay shahr ramadaan alladhi unzila fihi alquraan hudan halu yahay quraanki lin nas hanunu yah wa bayyinatin ayad'ad ad halu yah min alhuda hanunki kamid wal furqan wa min alfurqan ahki haqq ibadika lagu kala saaray faman shahida ruhi hadira ومنكم إنك إذن كميدة أما منكم حالو إنك إذن كميدة الشهر بشي بشهر رمضان قفكي لسو كوسد فليصومه هصوم وأمر ومركة كان مركة وحالة قبحي وأنت صوم خير لكم يصور لافتا مركة إنا صوتا باوناكسا
oo iska ahayd uu kaliya shay recommended ah way soo dhaafta markan amar bay taaganta ومن كان مريضا روحي هذا قف حنوصا او على سفر او على او على سفر او مسافرا او مسافره فافطر اسو قدر افره لكن انا مسافر وحلقا ان انا افر قف اسو حنوصا حنون كان انا وهين حنون ادي ادوين قوس يمال ان لكن اسومي كرو اسك سومي مره لما دحاي مر بهاد حنوصا قله مر هاد مسافر تا قله ما فافطر تقدير كاسا مره كجيره تقدير كا مره ماشي كجيره تقدير كا مره مخو يحي ولا اوغي مره تقدير كا انغ وحان ماشي او كينينا ما دام بنادم ان هي وحي ان اين دافي كران با تقدير كاس علماء نوشين والله الله سبحانه وتعالى اوغي وح لغا تغي ما هين فافطر افر فعده فعليه حسن عده ترى ومن ايام ما المحقوده ما المهس اخرى اكله يريد الله اله وحي اذا لا دونيا بكم انك اليسر فضيب إلهي سبحانه وتعالى إذن لربا ولا يريد إلهي من ربه بكم إذنك إذن لمن ربه العسر عليس إلهي وحينه فضيب جل وعلا دين توسط ما جعل عليك في الدين من حرج يعني قفك مسافر كائن ليرى هذا ديبك قال له كان مريض كا ديبك قال له إن ليرى هذا يسرب إلهي ربا ولتكمل العدة مرك ولتكمل سواوضا إيضا إلذي ويمرك ولتكمل العدة إيوه تراد إنا الضمايسترتان oo aad buuxisan qofka markuu ma fayow yahayna uu buuxinayo uu nagay hadii aanu nagayn ama aanu fayoobayn dib dambuu ka dhameystiraya ii walaa tukabbiru allah inaad ilaahay u takbiir satana duwaynisan ala ma hadaakum laannahu hadaakum mahayr ilaahi wuu idin hanuuni wala allakum tashkurun walikay tashkuru inaad ilaahu ma hanqdan idan marka kan wa marka bisha ramadaan ay dhamaato wa ta takbiirta إلهي لا تكبير صدو وتن إلهي سبحانه وتعالى لو مهد نقو جل وعلا إنو تيسير كي إلهي وافجينا مهد باصارا كي لقفو ذين مهد باصارا وإذا سألك هدي أي كويديان أما وإذا سألك هدو كويديو عبادي أدومذا أي أدومذا إذا أي كويديان عني أني أي كويديان وربقان نغورا هدي دهان فإني أنو هدان ربي هاي قريب واندوهي أجيب وانجيبا دعوة الداعي كم بري بريديسة إذا دعاني هدوء بريه فليستجيبوا لي أني هي أجيبين أو مرتد هقاتين وليؤمنوا بي وليؤمنوا هالرميين بي أني هاي الرميين لعلهم يرشدون إلي كي يرشدوا سيئوها نوصما يعني الله سبحانه وتعالى وحليه هدي أني لقاك وريسي فإني قريب أجيب دعوة الداعي لغة أهان وحايا في غير القرآن مركا كبحسن إلي لهذا فإني قريب فأجيب دعوة الداعي فإني ما يشتي ماض لك والله قطوري وحال الدين يا إلهي سبحانه وتعالى أدوم ديس إلا كلا نحقل حتى حرف كلا باقل وحاكلو إيضا عجيبة ولي وحن كجي الناس يغلقها لصون أيادك واد وكتب عليكم وصون أيام معدودات وصون شهر رمضان وصون وحل قلالك إيمان داد وصون وحاصون نحن عذي أيادا أيادا بمعنى ومحي مره وحال الربا قفك انه اني بقدينو اي كجرت ويرا يا الله صونك كان صومي لك وحي هي موغي رب اقبل وحقال الربا وقتي دعاء الله بادين لها مركو قفك او صومي دعاء صائم ولا اقبل الهي وحي احل ولا حللي لكم انك وحلدين حللي ليله الصيام هبينك صونك وحلدين حللي الرفث ان ادغارتان او جمع لغارتان الى نسائكم هوانكين واجي هره waxaad qosoonka wala isku fulin jiray isku bixisbu aha maalinkii dhan ilaa habeenkii yani bimaana Soomaalinka dhan afka dadka xiran habeenka sidaas oo kale marka wax galma oo la ogala marka ma jirin ilaa marka wuxuu yiri leeyla marka la gaaro habeenkii arrafad baladii ogalaada rafadku ama han noqdo galmada sida ay tahay han noqoto ama muqaddimaadkeeda wixii ka horeeyay han noqoto ama hadalada la xiriir han noqoto intoo marka waa lagu fasiray hunna hawaankii libasun astur baylakum idinka idinhi وانتم اذن كنا لباس استر بال لهن ايغي اوتيهن الله سبحانه وتعالى وحو اديكس لباس وخا لغا ودا يعني دركاغا عيبتاده ما غدبيو سيده مرادا اديغا جيركاغا سارن اديكو استريسا وخا لغا يابا ميشا كونتن قالين قفك انو غغيال انت سو بارا اني كو تال جيركيسو سيكل انو يها مرادا وي كو استورتي سيده سو كلا غوريغا لبا روح لمانها اه نلاش اي كو ودا دخيسان ساب استر اسوغي هين يعني بمعنى عيبتي لبا غدبيو lama faafiyo wixii qalada dhacwa markii ila la ordamaa ilaahi libaas buu ku tilmaamay astur wey
لباس ويو شهوات هذا ما يشكو أسطرا وإلا قف ما لها كله لو ريقي لها إله مركب معناها صوت المام ما ها تفسير كقاركود أي ما لها كقرن هن بنطلونات لكم وأنتم بنطلونون لهن قاربا قرن سراويل بيديه يون سروال بأوتي تاسم عن هذا ما علم الله إلهي وحوء قاذي أنكم إذنكو كنتم إنا دهيلين تختانون كو إسخياما أنفسكم نففياشين فتاب عليكم إلهي وإذن كتوب أقبله وعفى عنكم وإذن كعفي دنين لي رسومي حين وصوميسا ومدى وانكرتي هبين كن ومدى وانكرتي من مدبا مركة فرد بحسن يو مركة إلهي سبحانه وتعالى وقاذي حوقا إصدامرين إلي جرتو قوك بن آدم كان إن هو شاسو مركة أي كتم بذي إلهي مركة وإذن عفي فالآن هدأ وهدأ باشروهن هدأ والله بيكت وابتغوا ضلبة ما كتب الله لكم وحو إلهي سبحانه وتعالى إذن قري مركة باشروهن وجماع الذين أقلاضوا مركة مباشرة وحلقوا هذا وجماع إقل مديو فالآن هذا باشروهن أقل موضع لبكت وابتغوا ضلبة ما كتب الله لكم وحو إلهي سبحانه وتعالى إذن قري وكلوا عنا واشربوا عبا حتى يتبين لكم إلا إذن كعداد الخيط دمتي أما حرقي دمتي الأبيض أي عديد من الخيط أي إنك قعدته دمتي الأسود أي بدو بيدو من الفجر مرك الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر مرك الخيط الأبيض من الخيط الأسود بعض الصحابة مرك أيضا ويسود دكتي بيوحي وفهمين إن سيدة أوتلمامي أحد الصحابة ويقول ليه لبا حر معركة الدم لبا حر قوت باوحان هوس دكتو الليفة أيام بركينت هوس دكتي بيوحي سي مرك أنوك لصارة يعني لبدو مركي اي موقدان وحان اوغانيا مركا فجركي نوعا ما وقتي انو دماده ان مركا سان كو اوغان جيري او ساعات بايبا اهيد مركا waxaa leeyahay maaha masalada ka hadlaysan taama الخيط الابيض الخيط الاسد وحال لغا ودا فجركا مركا او سو غلاي اي مركا نو سو غل انت سال وكل اوغانيا هبينكي مالينكي با كل سو عيسان مركا واسي waxaa loo isticmaalay استعاره او اه معناها سدا موقته مركا ما الهي مركا وحي حتى يتبين لكم الى ان كغا عدادو الخيط دمتي الأبيض مركا إيضا عدين ومن من الخيط الأسود تيم ذو بيد إذن كغم وقته من الفجر فجر كي فجر كي الله يحضر يا مركا ثم أتم كدمنا دما يسترى الصيام صون كدما يسترى إلى الليل هبينك إنت لغا قار ولا تباشروهن هوانكي هوقل موانين والحال أنتم إنكو عاكفون كنك في المساجد مساجد تاني إيضا نوال الرهبي تلك تاس وهذا الذين صوت المامي حدود الله إله سهديمه سوي فلا تقربوها ودواننا فلا تقعوا فيها وكحل دارتها ودواننا وامحي يعني معنى قفك حتاب بالرمضان مركز الوجره إنه حتى إيريا ذا كدواده أو ماشاس وقعمه وسوته تحتامه كذلك سدا سدا آياته الإله إذنك وعدي بيبين الله إله عدينا لكم إذنك يبين الله إله عدينا ده آياته آيات كيسة للناس ذاتك وعدينا لعلهم يتقون أي لكي يتقوه سي إلهي سبحانه وتعالى وقبقا ولا تأكلها عننا أموالكم حولهن وبينكم إنك دحدي أن هذا بالباطل باطلها كعننا وتدلوا ولا تدلوا هرذنا وتدلوا ولا تدلوا هرذنا بها حولها سؤها سيننا إلى الحكام ذاتك ما لحظة لتأكلوا ساد وقعنتان حولها أدبحين إيسان ولا لوشك فريقا قيب ومن أموال الناس ذاتك حوله ذا ساد وقعنتان بالإثم بسبب الإثم دنبي سببتي والحال أنتم إذنكو تعلمون قرانا إنا ضد من إيسان وحالا قوضا قف با وحو سمين يسي قف كالحوله إيسا وقبن نيست وقعنو بوحو مريا محاكم بوتاقيا حقاسو مريا ضد مرح والله كل ميا انتا صحفيس بو مريا لا لوشنا وبحنايا لا لوشكا وبحنايا وشقفو ذاينتا وجددا وحايتا كدن بيساي انو قفك لها حوليس مركا افكا ونكتو اما ضد بحوالي اسو جرى ضد بحوالي ذا ودا وداغا وباتنس شركا مركا مركي دعويا لا يدح مرتوح وسمانيا انتا وانتا صو الله يربو مريا انتا صو مال رشو بحنايا انتا صو لا لوش بحنايا كان يكابو برايب جرينيا وجددا وحايتا إنه قفك حوله سوعنا إلهي مركب حوله ورسك إلالي باطلها كعننا كو وتدلو ولا تدلو بها إلى الحكام ذاتك إذنك إذن تلياي هأودي بنا يدو أجدد أي تهلي تأكلو إنا دعنتان فريقا قيب ومن أموال الناس محا فريق لغم قعابي وطائف عليها أحد الشراح عليها فريق وحا لغم قعاب محا لحوله ووحا ذاتك كالقيو لبكست
asxaaba marka xoolo la isugu daro un baad arkaysa labada ruux oo marka gartooda laga dhamaanin ila marku xilay bil ithm wa antum ta'lamu qafku og xoolo inaad leedahay inaad lahayn wad ogti waliyalik labada ruux ee murmay labada mid uu khaldan yahay way muqataa un kan qaldan wuu og kan saxsan wuu og waxa laga yaabaa inuu isleey bal ku qabso wa inta soo aan ku qadin laakiin nabiga sallallahu alayhi wasallam wuxuu leeyahay inaad ii soo murantaan ba u badant ولعل بعضكم الحن من حجج من بعض قاركين قارك قال انه كافتهن سنها لا يابا وهذا كشيء اوغي لكن اوغادا قفكي ان او حكمي خولا ان ولهين وحان او حكمي ديمبل نارات بير ام اسو هبط صدو ام هي رسوت النبي يقول يسالونك عن الاهله قل هي مواقيت يسالونك وحي كويدينيا عن الاهله اي جمع هلال بشي بلا شديده bilihi marka ay bilanayaan ay uranayaan bay ku weydiinayaan nimanka yahuuda ah ayaa su'aal kale dhamaan way dadka muslimiinta waxay leeyeen war bishu markay soo baxayso maxay u yirtaa hadana ay u weynataa hadana halkeed ugu laabataa maxay isku bedeshaa waxa weynis ma shay dhan leesh markay soo baxayso u yirtaa hadana ay u weynataa oo markay 15 ay gaarto ay noqotaa mid kaamil qamarka dayx u noqdo hadana meeshii su'aalahaasi weydiin ila marka waxa uu qul waxa tiraada haye ahladi mawaqit waqtiyo iyo للناس dadka waa hadii wal haj haj waxa lagu xisaabtaa bisha in ay markay bilanayso ama uranayso in ay muqata kal urjun alqadimi lan yar fi deeda oo aad yad u jilicsan in ay muqato iyo wax jilicsan muqato waxbay calaamad u tahay bishi waa kooba lan markay bartanka maraysana waxa leena ayamul beedki baa la gaare markay aakhirka maraysana waxa leena bishi way dhamaan rabtaa waxa lagu talagalay naasi dadkay waxay u tahay waqtiyo wa jadwal time table wal hajj wa utah gorman ogaanina marka dhul hajj in lagu jiro dhul qaada in lagu jiro gorman ogaanina walaysa al birru birri mana aha sama falki bi an ta'tu inad imatan al buyut guriha min dhuhuriha dabaradooda igadaashooda inad kaga timaadaan ma walakin al birra ay walakin dhal birri كان سما فالك أصحي من روح وي اتقى إلهي كبقي وقت البيوت قريها كغا إماذا من أبوابها البابد ذا كغا إماذا تنوحا كلا دي عجرتي عادة إلها انجرين قفك مرقو حاجك حاجك مرقو صلى الله بانو بيوحو كسو قليا قريك كذاتي سو كسو قليا قريك ماشا قدام بايسا بو انتو صاقضة حال كاسي كسو قلي جرين وكسو بوذي جرين إيو قاله هو بري يعني وعادة إسما يستيمو وحاجرة كالتريس دات كتابو أهلا تابان كرين وقالوا ما البيك قدكت مرك الله سبحانه وتعالى مرك يقول له ورغري البابك لا قال البابك سو قال طلبات حدد بر رادينيسان برغ من تقاوي تقودي هورن لو سو قيح ليس البر هورن لنو سو يري ما ها غري غدا لا سو قال ايميلك لا سو بودو تاسو يد عباده ما وقت البيوت غريها كا ايماده من ابوابها اللي مدود البابودا كا ايماده هلك لا غلي واتقوا الله الهي كبقى لعلكم تفلحون لكي تفلحوا ساد اللي بانتان وقاتلوا دغالما في سبيل الله وضد إلهي قد دقالما الذين كوا لا دقالما يقاتلونكم إن لا دري وإن لا دقالما ولا تعتدوا هنا حد قد بنا وقفكي هدي أي نقطين كأت كاتود ديشيد مثل ذي بالا ديدي ميوتليشن كي إنا در درتد ماذا حقا كتورتد لوك إنت كتورتد لا أقرأ ووحا كلا آذاب في الحرب بها جرت وإلمها يرئي دمر كأيو اللهم استعان كان سوء معديسة كجري ولا تعتدوا إن الله إلهي لا يحب مجعل المعتدين كو حد قد مر هذا كأت كاتنا دوشون هكا سارانيوي واقتلوهم لايا حيث ثقفتموهم مالك ساتكيشان وأخرجوهم سارا من حيث أخرجوكم مالك ساتكيشان كساران والفتنة الشركي وآه إن إلهي لا شريك يلا أي أشد درا من القتل دلك إلاين تكدر ولا تقاتلوهم كل الدقاء اللامينة عند المسجد الحرام مسجد الحرام اكتيس حتى يقاتلوكم الى ان كلا دغالمان فيه مسجد الحرام دحديس هدي مركا ان لا دغالمان فان قاتلوكم هدي ان كلا دغالمان مسجد الحرام دحديس فاقتلوهم يغان ان كلا دغالم والله كذلك سداس سدا مركا ايدين سو غانتاغان يدو ايريدا حرمه له لو جيرو اد ولا دغالميسان ايا جزاء الكافرين كو قالوا بجزاهو اخذ طبعا ايضا حالات داد بي كهذا الشيء وإلى هدان وحو لي أنما استرأه فإن انتهو هداي كرب تونادان قرد الردي عدمانك فإن الله إلهي غفورنا ليه دم الله بذنوه رحيمون حريس بذنوه دا توبكنا توبادوا لقد دقي سنة
وقاتلهم لا دغالما حتى لا تكون الا ان كاهن اي حتى لا توجد الى ان لغهلين فتنه فتنه وحشرك ان كجرين ويكون الدين دين كان هو هذا لله اله هو هذا فان انتهى هدي سكربتونان فلا عدوان حد قد مجرو الا على الظالمين قال يها ظالمين تا ان با ايغا يعني مره كان مهم واتي وجواب تودي ولان ايغا حد قد بي عدوان كان ايغو قبانياو مره اياده لغا بلا وقاتل الى ماشن aadu xaalad gaar ah ka hadashay ka hadlaysa jad waxay ka hadlaysa dharf gaar ah waxa muujinaya shahrul haram bi shahril haram markaan gaar dharfka gaarka waa maxay dad muslimiin oo lagu xad gudbay iyaga oo ku jira koow xurmadii bilahi xurmada lahaa waa lagu xad gudbay iyagoo jooga al haram xurmadii makaaniga ahayd waa lagu xad gudbay iyaga oo ku jira xaala xurmad leh oo ah iyaga ihraama qofkii ihraam oo xaala ihraam ku jira oo xaalad xurmad leh ku jira qofkii oo jooga zaman xurmad leh bilahi ashur xurum ku jira qofka oo jooga makan xurmad leh jooga daakhil xaram jooga ayaa lagu xad gudbay tiiba marka ku adkaata dadka muslimiinta say reaction uga bixin lahayd allah subhanahu wa ta'ala marka wuxuu yiri haday in la dagaalamaan idinkana iska dhiciya hadaba ayadu marka waxay ka hadashay xaalad gaar oo muslimiinta ku soo beegnaatay oo loogu talagalay inay isku difaacaan kuwa marka islaamka raba inay duraan waxay sameynayaan aayadii maxaa laga dhigayaa extracted from wax alla wixii context-ka ay ku jirtaa laga soo jaraya marka islaamku wuxuu yiri waqtulum haythu qiftum masha ku aragtaan ba hawjo jinina laakiin aayadu waxay ka context gaar ah ka hadlaysay siyaaq gaar ah ku jirtay xaalad gaar ah ka hadashay xaaladeeda loo deynaya laakiin tan haddaad intaa soo qaado la yirmay muslimiinta waxay qabaan xayfu faqibtuhu meel kasta oo lagu arka gaal halalaayo taama ayaduna taa kama hadlin waliyaalika waa tan ayadda maxay leedahay ashaharu lxaraamu ashaharu bishi alxaraamu ee xurmada lahayd bishahri ay muqaabalun waxaa lagala hortegayaa bishahri bishi alxaraam ay xurmada lahayd waalxurumaatu caaganayaashuna qisaasun kuwa isku dhigma weyn faman ictadaa calaykum ruuxu idinku xadgudba factaduu calayh idinkana ku xadgudba bimithli ma ctadaa calaykum in lamida intuu markaa idinkula xadgudba wataquu llaha ilaahay ka baqa waclamuu ogaada ana allaha ilaahay maca almuttaqiina kuwa ilaahay ka baqay inuu la jiro waxaa marka isweydiin leh inuu ilaahay taqwo sheego maca almuttaqiina u dhaho ilaahay gardaro dadka ma farin wey marka shahru lxaraam waa maxay haddii bil xurmad le idinkoo ku jira oo bishii xurmadda lahayd ee dagaalka la reebay ee layidhi ma dagaalami kartaan idinkoo jooga dhulkii xurmadda lahaa ee layidhi halkan iyo inta u dhexaysa waa xaram laguma dagaalami karo layidhi idinkoo ku jira xaaladii ixraamnayd oo dharkii cadcad wata oo ixraamana hadday idinla dagaalamaan idinkana la dagaalama maxaa yeele xurmad iyo xurmad way isu dhigmaan wey walxurumaatu qisaasun wey waxaa noo iman doona aayad ina leh darsiga soo socda haddii ilaahay yidhaahdo waxaa noo iman doona yasaluunaka can ishahri lxaraami qitaalin fii قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام واخراج اهله من اكبر عند الله والفتنه اكبر من القتل اذن وانه من دون طه مركه لو فاهين دون انت كبد مركه الشهر بشيء الحرام حرمه لهيد بالشهر اي مقابل وحا لغله هرتغيا بالشهر بشيء الحرام حرمه لهيد والحرمات حرمته الحرمه المكانيه واحرام لو جره مكه marka la joogo alxurma alzamaaniya oo bilihi asha alxurumka ah alxurma alxaaliya qofkii ixraamsan qisaasun way isu dhigmaan wey xurmad xurmad loo joojinma xurmadna xurmad ka fiican wey faman ictadaa calaykum factaduu calayh ictidaayaan gadaal la sheegayo macnaheeda maa iyaga ku xadgudba maaha waa kooda u jawaaba wey yani macnaheeda waa maxay hadduu gacan kuu taaga aadna u taag markaa leedahay macnaheeda maaha inaad gacan taagitaanka fartay tiisa u jawaab wey ilaahay marka wuxuu leeya anfiquu bixiya fii sabiillahi wadada ilaahay ku bixiya ولا تلقوا هردنا بايديكم جعمهن الى التهلكه هلاك اردنا هي سهله جنين واحسنوا وناجي ان الله اله يحب وجعل المحسنين كو وناق سمين مره ولا تلقوا بايديكم الى التهلكه لو ما سو دليشن قفكه جهادك حقها انه كغا فريست وقفك الى غير ولا تلقوا بايديكم الى التهلكه تهلكه ذا وحي تهي قفك وحي حقا انه كفريس مركي استنفار او جيره مركو كفريس تهلكه كاو يعني بمعنى انفاقي او لو باهنا وخ بخي با لو يير ادم بخينا كاسا تهلكه معناها اياد مركا معناها واتم الحج والعمره لله
laga bilaabo aayadan ilaa laga gaarwood kuurulaha fi ayaamin macduudaat waxay ka hadlaysa axwaal alxaj wa atimu dhammaystira oo guta alxaj xajkii iwal cumrata cumradiiba lilaahi ilaahay u guta cumrada iyo xajka ilaahay u guta oo xaaji ha lagu dhaho iyo titl ha ku raadi lilaahi fain uxsirtum haddii laydin shiro oo laydin hor istaago oo suurtagal ay noqon weydo qofkii inuu xajkiisa u dhammaystiro dhammaystirto ay adkaato famastaysara faalaykum dushiina waxa ahaada mastaysara wixii fudaado min alhadi hadii bimacnaa qofka markuu baxay wuxuu ihi allahuma maxilli xayfa xabastani ilaw halka aada igu xayirtid ama halka laygu shiro ayuu xilligaygu noqonaya kadibna neef buu gowracaya ilaahay marka wuxuu ihi walaa taxliquu ha xiirina ru'uusakum madaxyadiinna ha xiirinna xataa yabluga ilaa uu ashkinka uu ka gaaro maxillahu halkii lagu dhundhabi lahaa meesha lagu gowracayo bimacnaa waa maxay ilaa neefkan waa la dirayaa maxil buu leeyahy meel lagu gowracu leeyah ilaa meeshiis uu ka gaarana suga u kaadiya tinta ha xiiranin faman kaana ruuxii ahaada minkum idinka xaalu idinka mid ahaada faman kaana ruuxii ahaada minkum xaalu idinka mid ahaada mariidan mid xanuunsan waad xanuunsanta aw bihi amaba uu ku sugnaada adan dhib oo mir'asi madaxiisa ah fa fidyatun facalayhi dushiisa waxaa ahaade fidyatun ayaa ahaatay furasho min siyaamin soon ah aw sadaqatin ama wax la bax ah aw nusukin amaba gowraca tanna waxaa la tilmaamay qofka marka uu xixraaman yahay inuusan tintiisa aanu taaban karin aanu ciddiihi aanu jeli karin in noocan ma maxduuraat alixraam waxa loo yaqaan haddaba laakiin haddii ay dhacdo qofku uu xanuunsan yahay mathalan aw bihi adan min ra'si madaxa mathalan sida xadiidka kusoo arooray qofba injir baa madaxa ka gashay oo kale ama allergic buu qabaa maanta dhan qofku qof isxoqayo marka wuxuu u baahan inuu dawo marsado oo kale way ku adagtaa tintii marka wuxuu ku khasbanaaday inuu jaro iyo wixii la mid ah xaaladaasoo kale markay timaado waxba kuma jabno qofka hadduu sameeyo soon baa looga baahan yahay wuu soomayaa amaba miskiin buu quudinayaa amaba gowrac buu la imanaya ri buu gowracayaa yacni intaasna waxay ka mid tahay waxyaabaha fidyada loo yaqaan fa idaa amintum haddaad aamin noqotaan oo aan laydinka celin xajkii oo cid idin shirtaay aanay jirin oo aan laydinka xayinin hawshii inaad godataan faman tamattaca ruuxii raaxaysta bilcumrati ku raaxaysta ila alxaji mudaafan ilayha alxaj isagoo xaj u tiirinaya ee ku daraya famastaysara facalayhi dushiisa waxaa ahaaday mastaysara wixii fudaado min alhadi gowraca tanna waxaa laga wadaa xajku waa saddex nooc xaj ifraada qofki inuu xaj keliya u socdo iyo xaj qiraana qiraanku waa labada qiraanka iyo tamatuca waa xaj iyo cumraa laysku daraya marka qofkii mutamatic noqda ee intuu cumraystay dharka iska dhigay oo iska joogay intii ka dhiman xajka ilaa laga gaara maalinka sideedaad oo mitarugyaha loo yaqaan oo dadku dhan ay xarmanayaan ilan qofka tamatucu galay dadka labada ruux isqaba oo kale way isku bannaan yihiin dharkii labada go uu haystay buu bixinaya dhar caadi buu gashanayaa wax alla wixii ka reebtoona oo tin lama jari kara ciddii lama jari kara wixii dhan way u bannaan yihiin tamatucu marka gala waa qof raaxaystay ilan barafuunki buu isticmaalaya wax kasoo isticmaalaya xaaladda markay dhacdo qofkaasoo kale waxaa looga baahay haddi inuu bixiyo ah neef inuu gowraco marka waxaa dhici karta qofkii inuusan qarashkaba aanu ahayn faman lam yajid ruuxii aanan helin boqolkii dollar iyo boqol iyo kontonkii dollar waxay ahaataba ee neefka uu ku gowraci lahaa fa siyaamu thalaathati ayaamin facalihi waxaa saaran siyaamu thalaathati ayaamin saddex maalmood soonkooda oo fi lxaji xajkii intuu joogo ku soomiya wa sabcatin wa siyaamu sabcati ayaamin iyo toddoba maalmood soonkoodo idaa rajactu markaad laabataan tobankaa maalmood buu qofka soomiya saddex maalmoodna intuu xajka uu joogo toddoba maalmoodna marka uu kusoo laabto deegaankiisa uu kusoo laabto tobankaa maalmood buu soomiya waa kee qofkii aanan heli karin qarashkii uu naafka uu ku gadan lahaa tilka taas casharatun toban weeye kaamilatun dhammaystiran casharada waxaa laysugu baraajiya waxaa la diidayaa ama meel kale casharadaas kalama harta wey daalika arrinka oo ah qofka tamatuca markuu la yimaado in neef laga rabo liman buu u dhacayaa lam yakun ahluhu ahalkiisu aanay ahayn xaadiri lmasjidi lxaraami masjidlxaraam dadka degan oo deegaankiisa ka tirsan aanay ahayn buu u dhacayaa halkaa marka waxaa laga qaatay qofka degan maka oo ahlu maka ah oo makaawiga ah aafaaqiga ka hadlimayno qofka maka degan isaga lagama rabo gowrac lagama rabo mar hadduu sidaa yahay khalaas isagu ma aragtay albaab lahu maftuux xaadir masjid shuruud bay leedahay qofka inuu degan yahay
والله بلود كلي أنا ماشي جوجن شروط بين الله ذهب مصافة إنتي الله أكوان صافة فاهين ماشي إذا كصافة فاهيني واتقوا الله إلهي كبق وعلموا أجادة أن الله إلهي شديد العقاب العقاب كيس الدرين هاي إنه هاي شديد العقاب والله عقاب كيس الدرين هاو الحج حجك أشهر بلوي بلها سوى معلومات ليقان وبلا ليقان بلها حجك الله تقاي ولا يقان فمن فرض روحي واجبي على نفسه إذا نفس الديس فيهن بلها دحدوذة الحج حجك واجبي وفكي حج يعني يرى صرت كان وان حجنا أو نيستي لبيك حجا يري فلا رفث جمع مجرو ولا فسوق فسق مجرو ولا جدال ضوض مجرت في الحج حجك انت الوجر مركب قرارا هدي الأقريو يتنكلوا هدي الأقري انتو واسكو معنا وحلق وضع مركب إلهي ماشو كده لا فلا يرفث يانو قلمون ولا يفسق يانو فسق كدعين ولا يجادل يانو دودن هالكو كده لها بيقول لها فلا رفث المركب اللي بضع سيغو لقاها وكالحيل ديري وكالحيل ديري نهي وحال غيابة إنه مسكيها من حالات قارة لكن حالات نوحالة فلا رفث المركب لا ذا ماشي كجيرت النافي للجنسوي نوع عضوان هالنوض حتى قف كيونو هو يستحتامه ولا فسوق فسق وح الله وحي فسق نوع عضوان هالنوض ماها ولا جدال ضدنا ما حتك انت الوجره وضدك انه مرمان ماها فسق انه ماشي ماذا ماها او هدي نقول لها حن هدي نقول لها هولك او هدي نقول لها صلاة لغا سيحضه ايضو حجك الوجره وقفك عمدا انو بأتوسين اما وحضان وكياله رفث انت بإله سبحانه وتعالى وممنوع رفث كوحي علماء قال كنت المام من أفعمده نيادا وصورة قل وما تفعلوا وحيات سميسان من خير خير أهنا يعلمه الله إلهي وأجه وتزودوا صحيقات فإن خير الزاد صحيقات وحا أقوانا التقوى لك عبسي أرق قرآن سوء ريتوريك إيه سوء حيل ديريا صحيقات وقفك أمال لتك وحا أقوانا التقوى يعني تال لتك بيماش أنت نوعا ما كيف كيري لهاي ما الدولار بان كان إكتاب مس الريال كحقة في يعني مس أي تي إم كان كلبحة وتزودوا فإن خير زاد التقوى إيوه ليري خصب إنا لطي ماذان محايا روح على الردينية قاليو يمن كإيمان جيري وديه جيري مايا الله ما بحنا مرها دان بيت إلهي سعن وسعن حقا مركا يتقان كدب وحي اعتماد جيري راشين كان سبيل كأه وضد كي دور سن جيري مركو حالي قف كالة سهيدي سحكو حساب تمينو أدو إجابك هكا لبح لكن ساعة إيتاي هدنا سهي وحا وخير بدن التقوى واتقوني أني إيبقى يا أولي الألباب ضدك إيو إنر قرأتاد أهو أني إيبقى ليس عليكم دشي نما أهني جناح دنبي أن تبتغوا إنا الضلبتان فضلا ديراد ومن رب كربقين حقي سكاء وحال لغوة حاجك قفك مركو التقوى حال لغوة قفك ينسوي ديو حاجبان ويميده انتا سو كرتون انتا سو شنطدا مراران كرا وبزنسة marka aan dib ugu laabto wadankii inaan beeciyo oo kale ama waqfki inuu yiraahdo midalan oo qaada aan cibaadada iyo hawlaha aanan gudanin meesha wax beec ma la fariisan kara tabaan wax wixii qaanuunka ba aanan khilaafsanayn sharciyigu kuma diidin marka kan yaani adoo xaaladda ku jira beec mushtarka sameyn karta wax waa soo rarayn karta wax waa sii qaadi karta indaad meesha joogtid wax waa beecin karta hadii wax dhanba wuxuu haday xalaal yihiin قانون كان وكو أقلاني المربى عبادة أن كم مشغولين وحوكم الجبنوه فإذا أفضتم مركات شبنتان من عرفات عرفات أتكسر الدعذان فاذكروا الله إلهي حسى عند المشعر الحرام مشعر الحرام أكتس إلهي كحسى ومسجد كاس ماشكويا لإيريا ذي ودنب واذكروه إلهي حسى كما هداكم لأنه هداكم إلهي وإذن هنوني أما كما هداكم سيزو إلهي إذن هنوني وإن كنتم والحال إن كنتم آده هيدان من قبلها من قبل هداية الله إياكم إن تانوا إلهي إذن هنونين لمن الضالين قوى اللنصن إن تانوا إلهي سبحانه وتعالى أنوا إن كتوسن وضضن توصن هذا هيدان ضد مركا اللنصن بعد هيدان الله سبحانه وتعالى إلا حسو هذا مركا فإذا فضت من عرفات مالك سقالات ودن وطن بنك عرف الجوغو طبعا مركل قبل كو دعوه تلا سو قدومي ولا سو ادي حقا مزدلفه مش عرفنا ايري مزدلفه هو هلك الى سبحانه وتعالى لو خصو نبينا هو سمي جرى صلاه ربي وسلامه عليه ثم افيضوا كدمنا شبما من حيث افاض الناس هلك دد كشبما واستغفر الله الهي دمداف ويديس ان الله الهي غفور الله دمداف وذنوي
رحيم أن حريص بدن. إذن ثم أفيض من حيث أفاض الناس أرك. يعني إله سبحانه وتعالى من حيث أفاض الناس. هلك مركل الجوج ما بمجره. للي هاي ما بكان من حيث أفاض الناس. دتكو نبأ وضع الصلاة. هذا درس كده بقى. بعد كم انتهاي طرق يدنا ماشي ده له. دتك اللي جوها جيوي. دتك ماشي وشمان. كدمنا وشم إذن كورن بقى. واستغفر الله إن الله غفور رحيم. فإذا قضيت مركل جذتان مناسككم عبادوينك المركات قدتان مركة أيضا ثم أفيض من حيث أفاض الناس وحالة الماما سيقارة رجي حمص لديه جلال ولا هذا لأن منك قريشيين تأه أي أوحى أي وإسكالة سرين ذاتك إنتو ذكالة أو اندماج كما أقول مال قاري إستاق جرين بور قاري إستاق جرين ذاتك ويكدح بيح جرين عيني جنان ناك ذاتك عن لمن ماهين مركة سور ذاتك كم النقض أو ماشا ذاتك كبحان كبحا ذاتك لم يتهين سعود. فإذا قضيتم مركات قدتان مناسككم عبادتنا مركات قدتان ومن سجي حجك فاذكروا الله إلهي حسا كذكركم حسكي نؤو كلو آباءكم آبيوغين أد حسيسان أو أشد ذكرا أما وذكري متكدرا حالو كاس أهد إلهي حسا مركات ماشا عبادة مركات لما يستو إلهي سبحانه وتعالى حسا سلم إذا سيدا آد أحسيسان آبيوغين وعادة إلا هنجرين نمانك جاهلية وقت يجري أما با قف كستو جاهليه العصر كجره ان مركه حجك لا دمه يسعجك ما نور دمه احرام كما دين ان هوليه لا غلو او لا غلو نمبردي لا حدلو او لا حدلو ريرو سي او كلا فيعين لا حدلو سيده لو كلا فضل بداي هولها بي ودي جيرين الى مركه خول ور الهي حس جل وعلا كذكركم اباءكم انت كلمه واشد ذكرا انت اشك شيغيسان ما لها تكسو جيدان انك بدن الهي سبحانه وتعالى حس جل وعلا حد مو دايد اني سيجارة أي أي نولا هذا اللي يسوي إنك محايا لبضنا مركه حشك الله تجو وحاسو إن دبص عضان سيد قف جوا موسي أور دنيا والله ده ما شاء الله إنك كان سنة كان حشك يس إلهي وابا أقبل وروح أقرنا إنترنت كإنديه سكون عيا بس مد عدة كم يدو باس كلا قاض وأرك باشو ما شك شو به مد كلا كيك قاض كسر جيد جيس كلا قال حشك ده مو إثبات دلبا مركو حلا قف جون وصال لابتو يسقى سكلا مركو إلهي مركو حلا كذكركم آباءكم وأشد ذكرا halka marka la joog dad isku mid ma nina adduunya raadis weey nina adduunya aakhira ay kaga dhigtay ilaah markuu wuxuu leeyahay fa minan naasi dadka waxa kamida man dul ba kamida yaqulu li rabbana rabbana rabbu atina nasi fi dunya adunya rabbana rabbana atina nasi fi dunya adunya dhahir adun bu raadiraya bas ilaah booskas li taayniya إله هولها نبراس إشكو آذان وما له وما أهان في الآخرة تيدا بيسنا من خلاق وح نصيبكم له ومنهم حاكم إذا من دول باكم إذا يقولوا لربنا ربنا آتنا إله النصيب في الدنيا الدنيا ذا لحظة ذا حسنة وناك نبسي وفي الآخرة تيدا بيسنا حسنة وناك نبسي وقنا رب نقبت بادي عذاب النار نار تعذاب كذا نقبت بادي أرقضتك كيوها روح ربنا آتنا في الدنيا حتى وحو ويجيستي لما شيغن كان دم حسنه والله شيغ في الدنيا وودون هنود حدو ما سمد او غسو دعم مو حتا الى وحون اسي بس ها كرسي ونان هلو الى شيلن ان هلو شيلن حلاله اي ماها شيلن ان ادي هو دواده ماها منصب ادي ماها في الدنيا الى غعنتو اني سو غلي لكن دم وخا ليري الدنيا دي هدي غعنتي سي سو غلي حسن بو قيد مركي اخرتان حسن الى مركي خر اولائك كواس والله بدا انت اسلا ويديستي حسنه كليا شيكتي لهم حيله نصيب بيليهن سامي بيليهن نصيب بيليهن مما كسبوا من أجل ما كسبوا وحا أي لي مادين أو أي كسبذين والله إلهنا سريع الحساب ألا حساب كيسو دقدقيو واذكر الله إلهي حسى في أيام ما المحسى ما المهس معدودات لتريي ما المهس وما المه لوت المام أيام التشريقو وآه يعني كوي تمناتك إلا بي تمناتك إسدح بي تمناتك فمن تعجل روحي دقدق في يومين لا ما الموت قدهود أو أنا نسوغين مالين كسدح بي تمنات فلا إثم عليه واحد دم بيدوشي سماء هاني ومن تأخر روحي دب أردعه إسدح بي تمنك بوحيانا فلا إثم عليه دم بيدوشي سماء هاني لمن بو أرن كان وهذا اتقى إلهي كبق واتقوا الله إلهي كبق واعلموا أغاذ أنكم إذنكم إليه إلى الله إليه حقه تحشرون إن الذين كل منه هذا ما المهس أيام التشريق والغم عابة وتنو النبي يقول أيام أكل وشرب وذكر لله وما الموح لعنه لعبؤه إليه سبحانه وتعالى لحسه لو هذا سد حدا ما الموضبة
طبعا شو كلا وحنا صامرتي تمنات كيئة وأفر عمل لقبني أو تنتي اللي حيرتي أو نجح اللي توري أو جول إلى سمي أو قف كارك طواف الإفادة ودمي سد هذا مع الموضة صهرتي مركز الجارة ظهرك أي واحد سد هذا الجمرات ب ولا تورني لبي تمنات كان ولا تورني سد هي تمنات ولا تورني قف مركز اللي تشويس بجرة مالينك لبي تمنات أو علوم هذا أي دهان يوم النفير بالغم عابا يعني كو يتمنات كانوا حيكون يوم النقير مالن كان يوم النفير بيدهان قفكي مركا اي كجد جنت انو حاجك انت كوسو غبغبي انت انو قبل كان ودعوا انو كبخو ايري دي مينا هدي مركا وسو غبغبي دغي دغي حسين تو تورتو اسك بخو فلا اثم عليه قفكي ديب قدر صدا او 13 كديغتنا وعبكو ما جمناك لمن اتقى هلك لو علينيا قفكا زياسدي بي علمادو دهان قولك كلنا ولا شيغ واتقوا الله الهي كبقى واعلموا أجاد أنكم إنكم إليه إلى الله إليه حقي تحشرون إلا ذي سو كل من دون إلا نحكي بإله وإنكم كل مية حقا إله وإنكم كل من دون وإلهنا وبالله التوفيق.